قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع كفيك وارفع مرفقيك. هل هذا حديث وهل ينطبق على النساء؟ وما وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف نوفق بينهما؟ الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم افتراش كافتراش الكلب، افتراش الذراعين كافتراش الكلب، لأن يعني يبسط ذراعيه على الأرض، يرفع ذراعيه عن الأرض ويضع كفيه على الأرض. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللفظ الذي قاله السائل لا أدري عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش الكلب، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن بروك كبروك البعير، وعن نقر كنقر الغراب. هذا نهى عنه، هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تشبه بالحيوانات، تشبه بالحيوانات. فعلى المسلم إذا سجد أن يضع كفيه مبسوطة الأصابع على الأرض ويرفع ذراعيه عن الأرض،